هل يجوز للمرأة أن تخدم ضيوف زوجها من الرجال بحضور زوجها، وهل تجلس معهم كاشفة للوجه إذا أمنت الفتنة؟ لا يجوز ذلك، أي لا يجوز للمرأة أن تخدم الرجال مباشرة ولو بحضور زوجها أو محرمها، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة بلا شك، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها وإن لم تباشر الخدمة، مثل أن تأتي بالطعام أو بالقهوة تسلمها لزوجها أو وليها وتنصرف وهي في هذه الحال كاشفة وجهها، فإن ذلك حرام ولا يجوز، لأن كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب محرم، كما دلت على ذلك آيات من القرآن وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه وكفيه، فإن هذا الحديث ضعيف سندا ومنكر متنا. أما ضعفه سندا فإن فيه رجالا ضعفاء، ولأن خالد بن زريك الذي رواه عن عائشة لم يدرك عائشة، فيكون فيه علتان من علل السند، إحداهما انقطاع السند بين من رواه عن عائشة وبينها، والثاني ضعف بعض رواته. وأما المثل فوجه إنكاره أن أسماء بنت أبي بكر وهي المرأة العاقلة المؤمنة لا يمكن أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق يصفن ما وراءه حتى يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فإنها أجل قدرا وأغزر علما وأقوى دينا وأشد حياء من أن تظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المظهر. ومن المعلوم أن المتن إذا خالف ما يعلم أنه على خلافه فإنه يدل على أنه متن منكر، وعلى هذا فلا يعتمد على هذا الحديث في جواز كشف الوجه والكفين.